بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني توزيع كفالات الأيتام على ما يزيد عن 5000 عائلة في كافة محافظات الأردن في البادية والمدن، حيث سيتم تسليم ما يزيد عن 6 ملايين دولار على الأيتام المكفولين من قبل الهيئة. المزيد مع مراسلتنا من عمان سلوى السواق. كفالة الأيتام باب من أبواب الخير توليه دولة الإمارات عناية خاصة، فهي ترعاهم وتتكفل بهم بهدف تعزيز الاستقرار وتأكيدا على المسؤولية الأخلاقية في دعم الشرائح الأضعف في المجتمع. أحمد واحد ممن تكفلت بهم الدولة منذ أن كان في 4 من عمره، يقول إن الرعاية الإماراتية سهلت عليه الكثير من أمور الحياة. من وانا عمري 4 سنين الحمد لله باخذ كفاله من الهلال الاحمر الاماراتي، وانا بشكرهم من وانا عمري 4 سنين وهم بيساعدوا وبقدموا لي انجازات الحمد لله، جزاهم الله الخير. اكثر من 5000 يتيم في الاردن يتكفل الهلال الاحمر الاماراتي بمساعدتهم ورعايتهم عبر تخصيص مبلغ شهري لكل منتفع من هذا البرنامج الذي ينفذه الهلال الأحمر الأردني في مختلف محافظات المملكة. وقد خصصت دولة الإمارات للمستفيدين هذا العام ما يقارب 23 مليون درهم. أنا لي 6 سنين مسجلة هوني وطلع لي الحمد لله كفالة لابني الصغير، وبشكر الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر الأردني على مساعدتهم اللي بتساعدنا كتير فعلا بظروف الحياة. أنا عندي 7 بالبيت والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله نكون إنهم عون إن شاء الله لدراستهم يرتب لأكلهم تربيتهم، فعلا في مسؤولية علينا وأشكرهم كثير كثير وأتمنى لهم كل الشكر كل الشكر. عندما يأتي أي ولي الوصي على اليتيم يقوم بإحضار كافة الوثائق اللازمة حتى يتم التشيك عليها مرة أخرى، وبنهاية المطاف بيأخذ المبلغ الذي تم التخصيص له، يعطى بطاقة من البنك، بطاقة بنكية وظرف ثاني موجود في الرقم السري حتى يستطيع أن يسحب أمواله. هي هذه للشفافية وحتى يكون في هناك ثقة ما بيننا نحن وبين المتبرع الكفيل نفسه. يستمر احتضان دولة الإمارات للأيتام حتى تعبر بهم إلى بر الأمان، ولتعوضهم عن فقدان أحد والديهم، ولتمكنهم من الاعتماد على أنفسهم لبناء مستقبل يكون أكثر استقرارا وأقل معاناة. لأخبار الإمارات سلوى السوالقة عمان.